على مدى ربع قرن حاولت يد التشكيلات الإرهابية لغم أرض محافظة أبيان بقنابل العنف والكره، لكن القوات الجنوبية في اليمن جاءت لتقتلع تلك النبتة الخبيثة. ويخوض الجنوبيون اليوم في أكثر من محافظة معركة مصيرية لتطهير مناطقهم من وجود خلايا الإرهاب، كما يحققون انتصارات كبيرة بدعم من التحالف العربي. ووصلت عملية سهام الشرق في أبيان إلى 3 معاقل ومعسكرات للقاعدة وأنصار الشريعة في وادي النسيل ووادي السري بخبر المراقشة ووادي موجات بين موديا وأحور. أسفرت المواجهات عن جرح عدد من أفراد القوات الجنوبية، فيما قتل عدد من العناصر الإرهابية، ومن بقي منهم لاذ بالفرار إلى الجبال النائية بالمنطقة الوسطى مع استمرار عمليات ملاحقتهم. كذلك كافة التشكيلات العسكرية والأمنية ومن الأحزمة الأمنية والأمن والجيش كلها يد واحد تضرب الإرهاب، ولا عزاء للمتخاذلين اللي تخاذلوا عن أداء واجبهم الوطني، والمجد لا يصلح إلا من يريد المجد، ومن يتخاذل فلتأتيه الأخبار. ووضعت القوات الجنوبية خريطة انتشار جديدة شملت لودر والوضيع وعين وكذا مناطق أخرى من مديريات المنطقة الوسطى بالمحافظة. لاقت العملية المدعومة من التحالف العربي ترحيباً واسعاً في أوساط المواطنين في ضوء تمكنها من الوصول إلى مصادر تهديد أمنهم واستقرارهم. من جهته قال محمد النقيب المتحدث باسم القوات الجنوبية أن التنسيق القائم بين القاعدة وحزب الإصلاح ذراع الإخوان في اليمن يأخذ مسارات وأشكالاً عديدة، منها التنسيق والتغطية الإعلامية والتضليل وتبني الخطاب الإعلامي للجماعات الإرهابية، كما أشار إلى تأمين مسارات الفرار التي وفرها الإخوان لعناصر القاعدة إلى المعقل الرئيسي مأرب، وأيضاً التمويل المادي والدعم اللوجستي.